حافظ على الطريقه والشكل اللي بيلعب بيه النادي الاهلي، حتى ان تغييراتك كانت في اول المباريات اشبه بتدريبات المدير الفني السابق كابتن حسام البدري. بعد كده ابتدينا نشوف عدد من اللاعبين. ظروف اول مباريات كانت ماشيه ازاي، وهل انت حاولت تحافظ على الطريقه والتغييرات بشكل مقصود، ولا ما كانش لسه في معرفه بكل اللاعبين؟ Déjà, l'effectif a été bâti par rapport à un schéma tactique. Ça veut dire que. أعتقد التشكيل كان معمول بشكل فني، في خريطة فنية معمول بها. في مباراة الودية لا جربنا طرق لعب مختلفة. يعني أعتقد قدام حرس الحدود المباراة الأخيرة لعبنا بطريقة مختلفة 4-4-2. avec les joueurs tenter d'autres schémas de jeu. وفي ماتشات تانية بخلي اللعيبة بتلعب بطرق مختلفة عن 4-4-2. طبعا الهدف مش نحقق الهوية فنية، الهوية هي النادي، هوية اللعيبة هي النادي الأهلي. أنا بشوف إن الطريقة اللي بلعبها هي الطريقة اللي بتناسب اللعيبة المتاحة بالنسبة لي والمباراة القسم اللي هلعب قدامي. أنا مش جاي هنا عشان أبين إن أنا مختلف أو أحاول أظهر حاجة مختلفة. أنا عايز أبني فريق يقدر ينافس. بناء على تفكيري وتحليلي، وكان تفكيري وتحليلي كنت شايف إن أخلي اللعيب يلعب بنفس طريقة اللعب اللي بيلعبه اللي يلعب بيه ويبقى منافس وبيحقق نتائج كويسة. ومع الوقت المفروض نغير طبعا شويه شويه ونأقلم ونطبق طريقه اللعب دي مع اللعيبه المتاحه عندي بامكانياتهم واسلوب لعبهم عشان يمشي في الاتجاه الصحيح، عشان برضو ما يحصلش نوع من الدربكه للفريق ما ندربكوش، وعشان برضو الفريق يبقى منافس ونقدر، لان عارف الفرقه دي وصلت لنهائي بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، ما ينفعش اجي ارمي كل حاجه برغم ان النتائج السيئه اللي حصلت، لكن الفرقه دي كويسه وصلت نهائي بطوله افريقيا، فلازم احافظ على القوام ده واشتغل عليه واحاول احسن منه. شفنا عدد من اللاعبين بيشارك معاك زي ناصر ماهر، زي صلاح محسن، زي اكرم توفيق، ولكن ناصر ماهر اخذ الفرصه ربما لاصابه لاعب، كذلك صلاح محسن كان بياخد الفرصه على فترات، وربما ظن البعض من المتابعين ان قدرات صلاح محسن انت مش مقتنع بيها بشكل كبير، لكن فوجئنا بعد كده انك بتدي له الفرصه بشكل كبير جدا، كذلك اديت الفرصه لاكرم توفيق. déjà par rapport à Nasser il sort بالنسبه لناصر عمل موسم كبير وموسم قوي مع سموحه السنه اللي فاتت. pour moi il a fallu un temps d'adaptation. بالنسبه لي كان لازم فتره تاقلم. Nasser a compris l'exigence et la différence entre le fait de faire une saison très encourageante. ناصر طبعا بالنسبه له الموسم اللي فات انه راجع، يعني الموسم ما كانش ما حققش طبعا افضل نتائج زي النادي الاهلي، بس رجع بيلعب في مركز ثاني، مركز نمره 10 تحت روس الحربه. معناه ده لعيب مهم جدا في الفريق. وناصر فهم عشان يعني يبقى جديد بالمكان ده لازم يشتغل على نفسه كويس قوي، وانا سعيد جدا بادائه وبتركيزه في التمرين، واتمنى يكمل في التركيز ده عشان يبقى موجود معانا على طول. بالنسبه لصلاح، صلاح موهبه. C'est un diamant brut. بصراحة أنا بعتبره ده جوهرة. C'est quelqu'un qui est un joueur qui a une qualité et un potentiel exceptionnel. لعيب عنده إمكانيات استثنائية. Et je suis très très fier de Salah notamment. وأنا فخور جدا جدا بيه خصوصا في الأسابيع الأخيرة. Il a commencé à intégrer le fait qu'un. أنا دخلته في الفريق. Un joueur avec un tel talent. ولعيب موهوب. Et de travailler très dur. وهو اشتغل على نفسه كويس عشان ينجح، وهو ده اللي عمله في الأسابيع الأخيرة. Talentueux sans esprit. لعيب موهوب. من غير ما يكون عنده روح كويسة وعمل كويس ما ينفعش ينجح. وأنا سعيد بقالي أسابيع سعيد جدا إن شايف بشكل تصاعدي مجهوده بيزيد وبيشتغل جامد جدا في التمرين وبيشتغل على نفسه. دلوقتي أصبح بالنسبة لي شكل طبيعي وشيء طبيعي بالنسبة لي إن أحطه في الماتشات وبديله وقت أكتر من المباراة الثانية وبديله فرصة أكبر، وأنا عارف إن هو موهبة استثنائية، بس برضه بقول مرة كمان ان لازم قدامه حته معينه لازم يعديها علشان يكسب الثقه الكامله ويبقى حاسس انه لعيب كبير، لان هو لعيب موهوب مفيش كلام. وطبعا الجزء الاحترافي لازم يشتغل عليه، لان هو لعيب كويس وممكن يبقى له مستقبل كويس. بالنسبه لاكرم توفيق زي ما حضرتك اتكلمت دلوقتي وقلت
peut-être qu'en quantité on manquait effectivement de joueurs pour avoir une belle rotation. احنا زي ما بتقول احنا عندنا برضه لعيبه مصابين يعني ما كانش بس كان دي فرصه كويسه ان اعمل روتيشن اقدر يعني اعمل سياسه التدوير مع اللاعبين. اكرم من ناحيه بدنيه لعيب استثنائي. سي ان جون جوور افيك ولعيب شاب وامكانياته كويسه جدا. بروجريسيفمون دو لانتيكري دو لي دوني دو تان دو جو بور كنت برضه بحاول اديه من المباراه الثانيه وقت عشان يبتدي يطلع امكانياته. هو في الملعب عنده روح عاليه جدا ولاعيب كويس جدا بيتمرن كويس جدا وبيشتغل على نفسه ولاعب محترف. وانا برضه زي صلاح ابتدي اديله وقت وابتدي ازود من المباراه الثانيه عشان قوته تزيد ويقدر يخش في جو الماتشات. في عدد اكيد من اللعيبه تاني هياخدوا